خرج علينا معمم الشيعة زاعمين أن كربلاء أفضل من الكعبة، كربلاء التي بها لطم وتطبير ونياحة وسجود للقبور والأضرحة. ثم خرج علينا مرة أخرى زاعمين أن عيد الغدير، وهو يزعمون أن هذا اليوم هو الذي نصب فيه علي رضي الله عنه خليفة، هذا العيد هو عيد الله الأكبر وهو أفضل من عيد الفطر وعيد الأضحى. وأنا أقول لهم نتحداكم أن تثبتوا لنا أن علي رضي الله عنه احتفل بهذا العيد، أو النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وأهل البيت واحتفل بهذا العيد، أو أن الأئمة كانوا يحتفلون بهذا العيد. وقالوا أن صيام هذا اليوم كفارة لذنوب 60 عاما، صيام عيد الغدير هذا، وأنه أفضل من 100 حجة ومن 100 عمرة. يبتدعون ثم يكذبون على عوامهم. الروايات تنص على أن عيد الغدير عيد الله الأكبر، وفيه أعمال عديدة ينبغي للمؤمن أن يأتي بها أو ببعضها، مما ورد فيه الصيام، وأن الصيام في يوم الغدير غدا يعني باكر كفارة لذنوب 60 سنة، وأنه يعدل 100 حجة ومئة عمرة. عيد الله و100 حجة للذي يصومه ومئة عمرة، ونحن نتحدهم أن يثبتوا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام هذا العيد الذي يزعمون هذا اليوم، أو علي رضي الله عنه كان يصوم هذا اليوم. يكذبون. لذلك نحن نقول أن دين الشيعة دين مستحدث، كل يوم يخرج لنا ببدعة جديدة، كل يوم يخرج لنا بشيء جديد وينسبونه إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمائم مزيفة.